السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر. اول جديد في هذا الفيديو راح نتكلم معكم عن الشخصيات التانك او اللي عندهم هث كبير في لعبه اوفر واتش. طبعا الفيديوين راح اتكلمت عنهم في اوفر واتش، الاول كان عن الشخصيات الهجوميه والثاني كان عن الشخصيات الدفاعيه، تكلمت عنهم بالتفصيل وجميع خواصهم ومهاراتهم والسوبر حقهم والخدع اللي نقدر نسوي فيهم. اليوم راح نبتدي معاكم في التانكس ونشوف شنو وضعنا. طبعا عندنا 5 شخصيات عكس الدفاعي والهجومي عندنا 6 والسبورت عندنا 4. ان شاء الله ما اطول عليكم في الفيديو، خلينا نبتدي معاكم بديفا. اوكي، في البدايه ديفا طبعا زي ما تشوفون رجل الي داخل بنت، هذه اغلب الناس تلعب فيه حاليا، ما ادري ليش يعني، بس الناس تحبه كثير. المهم خاصيه ديفا ان عندها رشاش شتجن، مثل الشتجن ما يخلص، ما في تعشيق ما يخلص، يعني لا تطلق من اليوم الى بكره ما راح يخلص معاك، راح يظل شغال شغال وشغال ولا في تعشيق. هذه مميزه حلوه فيها. المهم طبعا الرينج في السلاح مو كبير، خلينا ارويكم. مثلا اذا انت قريب يعني شوف كيف يدمج الوكين. خلينا نرجع شوي ورا واعطيكم المثال اللي اقصدكم اياه. الدمج طبعا مستحيل يجيب داك. اوه شوفوا كيف الدمج ضعيف، مره ضعيف. شوفوا كيف الدمج من هذا المسافه وكيف يدمج، كم يحتاج حقيقته الشخصيه عكس اذا كنت قريب. شفتون الفرق كيف؟ هذا شخص، هذه عيب، مو عيب، يعتبر بالعكس بالانس في اللعبه، مره ممتاز. لان لو صار الرينج فيها عالي كذا راح ياخذه ويكون مشكله في اللعبه. المهم الخاصيه الاولى راح ابتدي معاكم بالالون. الالون تطير الشخصيه، مثلا خلينا ايم على الجو واضغط الالون راح اطير واندفع. هذه خاصيه مره ممتازه. الخاصيه اللي بعدها اذا ضغطت الار1 راح يطلع لي مربعات. المربعات هذه شنو تسوي؟ اي طلقه تجي في وجهك ما راح توصل لك، كانت سوبر كانت اي شيء، صواريخ قنابل اي شيء في وجهك ما راح يجيك. خلنا نعطيكم مثال ثاني. شوف الحين انا اتدمج، خليه يضربني، ضرب، شوف الهث عندي تحت ينزل، حلو، خليه يضرب من جديد، الهث ما ينزل، عارفين عليه كيف؟ هذه خاصيه الار1 عندنا في هذه الشخصيه ديفا. المهم السوبر طبعا مره قوي، عليه دمج عالي، بس في تقريبا مو مشكله في زي ما يقولون لودينج تايم او شحن تايم. شوف شوف شوف، لازم تعصر مثلث وتهرب. اذا ما تهرب انت تكون قريب من الجهاز، اذا انفجر راح يعطيك دمج وتموت معاه، فلازم تهرب. وطبعا اذا سويت السوبر تضغط مثلث راح ينزل لك واحد ثاني وتركب فيه. وطبعا من خواص هذه الشخصيه اذا تكسرت راح تطلع من الجهاز اللي فيها هذا الروبوت وراح تمشي عادي زي ما صار من قبل شوي. بس لان لو وقفت الحين استني دمجوني هذا راح نطول وراح نتاخر، فاتوقع ان فهمتونها وصلت يعني. كس اذا راح الهف راح تطلع لك شخصيه برا الجهاز وراح تدمج فيها زي ما شفناها من قبل شوي لما سوينا السوبر. هذه كانت معانا ديفا، اتمنى الشرح يكون واضح شباب، مو ما اتكلم سريع ولا اتفلسف زياده، اهم شيء ما اتفلسف. راين هارت هذا واحد من افضل التانك حاليا الموجوده في اللعبه. وخلينا نبتدي معاكم. طبعا هذا نستخدمه كثير، مره قوي، مميزته عنده مطرقه، الرينج اللي حقها مو كبير، بس اذا قربت الى احد راح قريبي راح يكف بالاثنين بالثلاثه. مره قوي. فهمت علي كيف؟ خاصيه الار1 عنده يطلق مثل الشعاع او النار كذا تمشي في الجو. خليني اوريكم كيف اضرب واحد وتنسوا حلق تقريبا نص الهث حقه، مره عاليه مره عاليه. طبعا الهث يعتمد على حسب الشخصيه اللي قدامك. شوف خليني نضرب، بس يوصل، شفتون كيف يوصل هناك؟ مره بعيد الرينج حقها بعيد. والخاصيه اللي بعدها من الخواص الموجوده عندنا، طبعا هذه خاصيه النار بالار1، نروح بالال1 شوفوا شنو راح يصير. يسرع واي واحد قدامه راح يهزمه في جدار ويقضي عليه. عرفتوا؟ اذا كان في اثنين راح يمسك واحد يضربه في جدار والثاني راح يطير بعيد عنك. هذه خاصيه من خواصه. وخلنا اريكم شيء بعد ممتاز في هذا الشيء، في هذا الحركه يعني. شوفوا جيت اخر الدنيا شلوين هناك، شفتون كيف جدار؟ يمشي يمشي يمشي، شفتون هذه المسافه كلها قطعها. مرة المسافة كبيرة، مرة كبيرة المسافة. عارفين عليه كيف؟ مسافتها مرة حلوة. وطبعا الخاصية الأخيرة فيها لما تضغط الـ L2 تطلع لك جدار، أي ضربات اللي قدامك تجي ما تدمج لا أنت ولا أخوياك. طبعا أنا هذه
طبعا يلعب قدامي ساعات يمللني فيها. اذا ابي اضربه اتوهق. ضربه النار هذه اللي انا رميتها الحين تخترق هذا الدرع، يعني اذا جو واحد حط هذا الدرع يمديك تطلق عليه ذيك النار وتدمجه، راح تخترق هذا الدرع. يعني بالعربي مضاد هذا الشخصيه نفس الشخصيه، هذا المعنى الكلام. وطبعا السوبر شارج نسيت ما تكلمت عنه. طبعا اذا تشوفون اللي قدامي هذا الاليين اذا ضربت المثلث راح يضرب الارض ويخلي لهم ستان او ينزلهم. كيف ينزلهم في الارض يا حبيبي؟ تروح تكفخ فيهم. هاي اذا كان قدامك فريق كامل يا حبيبي راح تسوي فيد اليم، فيد من جد اليم. طبعا ساعات استخدم هذه حق الحركه السريعه، وهذه مره حلوه. زي ما قلت لكم هذه النار تدمج الدرع، اذا واحد حطك درع نفس شخصيتك هذه النار تخترق الدرع بشكل كبير. المهم فنروح الشخصية اللي بعدها، رود هوك. راح يكون معانا رود هوك. يا رود هوك هذا واحد، يا هذا قوي، هذا والله وقت قوي. شوف كيف مرة قوي الولد، قوي. طبعا ليش اقول لكم قوي؟ انا اقول لكم ليش. في عنده خاصية الاولون. خاصية الاولون يسحب اي واحد قدامه بحبل حديدي او سلسلة حديدية، اي حبل حديدي ما في شيء اسمه سلسلة حديدية. شوف تسحبه تعطيه شات جان وان شات راح يموت. وان شات، شوف بس وان شات. هذي يرسمه، ايه يرسمه وان شات. طبعا هذه الخاصية اذا واحد مسك اعتبر نفسك ميت. الها كاونتر او الها مضاد حاولت اكتشفها اليومين وصرت حركتين اقدر اهرب فيها. طبعا بعد شيء راح اشرح لكم اياها بعد ما اخلص شرح الشخصية. المهم هذا الشات جن اذا من قريب وان شات يقتل، حلو، ومن بعيد ياخذ ضربتين الى ثلاث. بس طبعا في خاصية ثانية او طلقة ثانية بالالتو. شوف الالتو، هذه الالتو يطلق شات جن مسافة بعيدة. طبعا هذا الشات جن مسافات الدميج فيها بعيد، بس من قريب ما يدمج. اقول لكم كيف، شفتون كيف قتلت هذا الحين مسافة؟ كل ما رجعت شوي ورا مثلا من هذه المسافه لانه فيه الى هذا الروبوت ضغطت الالتو قتلت بكم؟ بضربتين. حلو، خلينا نتقدم. انجل هذا طبعا مو مدمج، واحده اثنتين ثلاث اربع، اخذ اربع ضربات مني اذا قربت بالالتو. فيعني لازم انت توازن بين ضربه الالتو والار2، اذا قرب لك من قريب تعطي ار2 واذا راح بعيد تعطي الالتو. شفت علي كيف؟ فلازم انت توازن. هذه الشخصيه بيها شوي تعود، بيها شوي احتراف. عيب هذه الشخصيه انه ما في لها هروب، ما تقدر تركض بسرعه وتهرب بسرعه. بس في حاجه ممتازه، اذا دمجت تضغط الار1 راح يهلف نفسه وتعيد مره ثانيه تفجر فيها. طبعا السوبر حقه واحد يعتبر من اقوى السوبرات في اللعبه، الدمج اللي حقه مره عالي. شنو يسوي؟ يطير، يعطي نوك اوت الى اللي قدامك ويدمج بشكل كبير، والرينج اللي حقها مره ممتاز. عارفين علي كيف؟ لانه في يعطيك اثنين في واحد، يدمج ويبعدهم بعيد، يعني اذا شفت مجموعه قدامك راح يطيرهم عنك وفي نفس الوقت قاعد تدمجهم وتدافع عن اخوياك. هذه فائدته. خلينا نشوف الرينج حق السلسله. كيف يا حبيبي؟ والله شيء شفتوا هذه المسافه؟ شفتها كيف؟ اذا تتعود على هذه الشخصيه بتكون واحد من افضل التانكات في اللعبه، وانا متاكد في هذا الشيء. بس عيب الشخصية زي ما قلت لكم ما لها هروب. شوفوا ناقص الهيلث الحقي 593، عب الهيلث 600 والدرع من جديد. عرفتون علي؟ هذا الشخصية مرة قوية، مرة قوية. إذا تعرف لها يا حبيبي فريق قاعد يعيش ملوك، ويمديك تقتل سريع يعني. وينستون بالنسبة لي هذا لوحده، الغوريلا مو قوي. بس في كومبينيشن، أوه لحظة لحظة قبل لا أروح الغوريلا، أنا قلت رود هوج له كاونتر. هذه السلسلة الها مضاد. شنو المضاد اللي حقها؟ الشخصية الأولى بالنسبة لي المضاد اللي حقها راح تكون مع جينجي في حالتين. في حالة انك اذا تسوي الرفلكس هذه بالسيف، ان اذا جاتك اي حركة تصدها، او انك تشخط اول ما يمسك تشخط تضربه وتعدي من وراه. هذا شيء. الشيء الثاني راح يكون معانا الريبر. الريبر في خاصية اذا تضغط الـ1 يكون اميون. طبعا قبل اول ما تشوف يقرب منك تضغطها راح يرمي عليك وما يصيدك، او حتى لو مسك وتاخره بشكل او بشعره بسيطه ما ضربت تمديك تضغط الـ1 تضغط الـ1 وتهرب منها. هذا شيء. تريسر طبعا هذه واحده طبعا احيانا ما يمديني اهرب منه الصراحه بتريسر، مع ان تريسر مره سريعه
بس ما ادري ليش ما اقدر اهرب منه، مع اني اعرف لعبه تريسر افضل شخصيه عندي حاليا. ف تريسر ما اتوقع تريسر يمديك تهرب منه احيانا اذا كان ضدك مو مره جبار في اللعبه او انه مو متعود على الشخصيه، خلينا نقول مو متعود على الشخصيه يمديك تهرب منه احيانا. زين يمكن جون كرات اذا ترمي سي 4 وتصقعها فيه، بس اتوقع راح تموت اتوقع. بس التانك طبعا ما راح يموت من شاتجن واحد لان الهيلث اللي حقه مره كبير حدود ال 500 الى 600، فما راح يموت من ضربه واحده يمديك تتفاهم معه. فخلينا نروح الى وينستون. وينستون هذا الغوريلا لوحده مو قوي مره، بس بعلمكم بعد شوي حركه والله هذا الغوريلا راح يسوي لكم بلاوي في الجيم. المهم طبعا الخاصيه الاولى عنده سلاح يدمج اي واحد قدامه، مثلا شوف هذا اثنين دمجت واحد حلو قربت منهم اثنينهم راح يدمج الاثنين. ليش ما دمج اثنين؟ هذا تستهبل علي ساعات يدمج اثنين. خليه يقرب. لا يلا اطلع اطلع انت. شوف كيف يدمج الاثنين، هذه خاصية ممتازة ما تلقاها في اغلب التانك، يعني يمديك تدمج اثنين او ثلاثة اذا كانوا قريبين منك. والخاصية اللي بعدها طبعا اذا تضغط الار 1 راح يحط درع، الدرع يمديك تجلس داخل فيه. حلو؟ حلو. والخاصية الأخيرة إذا ضغطت الـ L1 راح يطير على قدام ويضرب الأرض، طبعاً ضربته في الأرض راح توخر اللي جنبك كلهم، أو راح تدمجهم بشكل بسيط. شوف ضربته راح نص هيلثه. خليني أطلع مرة ثانية. لا والله ما راح نص هيلثه، طلع هيلثه رايح من قبل الوقت. أوكي بس طلع نوك أوت ما فيه دمج. خليني هنا أعطيه تجربة مرة ثانية أتأكد إذا فيه دمج أو لا، أنا كنت أفكر فيه دمج بس ما فيه دمج طلعت. فيه دمج بس بسيط. اوكي فيه دمج بس بسيط مو قوي. حلوين حلوين. انزين شنو طبعا الشخصيه الاخيره او الشخصيه الحركه الاخيره لما تضغط مثلث يعصب يمديك تطير سريع كثلاث ثماني، واذا ضربت يطير كل اللي قدام. الدمج اللي حقها مو عالي بس انه راح يطير كل اللي قدامك، هذه حلو حق تدافع عن ايش؟ عندكم بيلود ولا الطائرة هذه تمشي قريب يوصلون اللي عندك يوصلون يفوزون ضدك تشغلها وتطير اللي قدامه كلهم بحيث ان اخوياك يمديهم يتجمعون من جديد. هذه مره حلوه. دمجهم مو مره عالي، يبي لها تتعود عليها، يبيك تحشر له واحد في الزاويه وتقعد تدمج فيه في الجو. هذا اذا تبي تقتل تانك ولا شيء. واحيانا تاخذ ضربتين الى ثلاث حق تقتل واحد. طبعا هذه شخصيه قلت لكم لوحدها مي قويه، بس اذا كان عندك سبورت ميرسي راح اتكلم عنها بعدين اكيد في الفيديو الجاي. سبورت والغوريلا هذه والله يا عيال كومبينيشن خرافي مزدوج بشيء ما تتصور. طبعا شنو تسوي؟ تطير انت بهذا الشيء، طبعا تطير وتدمج. حلو؟ حلو. اول ما تدخل في الزحمه تحط هذه الدائره. انا بقول لكم شيء غش صراحه، شيء غش. اذا حطيت هذه الدائره شنو تسوي؟ هذه خويتنا مرسي. مرسي طبعا عندها خاصيتين، انك تزيد الدمج وضعف الدمج اللي هو زيد الدمج وزيد الهيلث. طبعا هذا الشخص اذا ضغطت الار 2 راح اهلف. طبعا خويك شنو يسوي؟ يجلس معك يهلف فيك 24 ساعه او يزيد الدمج على حسب الوضع اللي انتم فيه، اذا تحتاج دمج او تحتاج هيلث. حلو؟ حلو. اذا انت طرت اللي هو بالغوريلا طبعا هذا خاص، اذا ما تضغط الال 1 راح يطير وراك، يعني يطيرون في الجو من محل الى محل وتدخلون في الاعداد تفقعون فيهم. هذه حركه اذا تضبطها انت وخويك تتعود عليها يا حبيبي والله يا شباب والله هذه حركة من أقوى الحركات في اللعبة. هذا أقوى كومبينيشن صراحة. وصلت 30 كل ستريك بدون ما أموت بهذه الشخصية الغوريلا، وواحد من أصحابي كان يهلث فيني أتوقع اسمه حسن. إي حسن كان يهلث فيني إذا ما خاب ظني. حسن أو لا مو حسن يا حبيبي، عبدو هالس يا عبدو، آسف يا عبدو والله إنك صراحة شنب يا عبدو. المهم الألوان يطير يهلث والثاني طبعا هذا الى ارن طبعا يزيد دمج. فهذه حركه شباب والله يا عيال اعيد عليكم والله ان هذه حركه من اقوى الاشياء في اللعبه. وطبعا راح تكون الشخص الاخيره معنا زاريا. زاريا هذه قويه تعتبر نسبيا اذا لحالك او تبي تساعد اخوياك تستفيدك بالجهتين. انا اقول لكم كيف. طبعا السلاح اللي حقها مسافته مو بعيد دمج، شوف ما اقدر ادمج من هذه المسافه. كيف هذه المسافه يعني ما اقدر اجيبها، لازم اقرب شوي. الدمج اللي حق سلاحها مو عالي. عارفين عليه كيف؟ بس انا اقول لك ليش مو عالي.
طبعا اللي عنده ضربه ثانيه هذه بالار2 نروح الال2 شوف الضربه الثانيه اللي حقها ترمي مثل جرنيد هذه تدمج اكثر يعني كيف عاده التانك الدمج اللي حقه مو عالي بس شنو مميزه هذه الشخصيه مميزتها الدروع لك ولاخوياك مثلا هذا خويي اعطيه ار1 اعطيه درع ما يجيه ولا شيء لفتره هذا الدرع اللي عليه انا ابي درع اضغط ال1 يجي علي درع ما يجيني ولا شيء هذه مميزه الشخصيه دمجها متوسط ما يعتبر عالي بالنسبه للشخصيات الثانيه يعني اقوى شخصيه دمج حاليا رود هوغ ذاك اللي بالشكن هذا اقوى دمج وهي يمكن تجي الثالث شخصيه في الدمج الغوريلا الثاني وديفا الثالث هذا الرابع اوكي هذا الرابع تعتبر المهم بس فيه مميزه بعد خرافيه شنو مميزتها السوبر اللي حقها يجمع لك كل الوحوش في نقطه واحده كيف يعني انا ارويك خلي خويني يرسبك ضربت المثلث سحبتهم كلهم اول ما تسحب يمديك تسوي كومبينيشن انت واخوياك تسحبهم كلهم لك وذاك يسوي السوبر يطيرهم كلهم اذا كانوا خمسه قدامك كلهم راح يموتون هالخمسه عرفتون علي كيف في حركه انك تستخدم هذه تجمعهم ويجيب واحد بفرح مثلا او بريبر يدخل فيهم يعني في واحد عنده التيمت جماعي يسوي دمج عالي في منطقه كبيره ففرح بيقول لك رين فروم اباف وبتنزل عليهم صواريخ بوم بوم كلهم يموتون اكيد كلهم يموتون كلهم يموتون وطبعا اذا طارت فرح يمديك تعطيه الدرع اللي بالار1 شوف الرينج اللي حق الدرع مره كبير تعطيه درع ومستحيل يقتلونهم وهي في الجو تسوي السوبر يعني قتله مضمون بالعربي هذا اللي اقول لكم اياه فتقريبا كذا شباب وصلنا لهذا الفيديو اتمنى ما نسيت اي شخصيه ما خطات في اي معلومه قريتهم كلهم انا حاولت وجربتهم كلهم في الجيمز وبالنسبه لي افضل تانك حاليا اللي احسه راينهارت رود هوغ وينستون على حسب اللي بدي طبعا وعلى حسب الماب كل واحد له استخدام يعني ما اقدر اقول لك هذا افضل من هذا او افضل هذا افضل كل واحد له استخدام وعلى حسب الفريق اللي معك وعلى حسب اسلوب لعبك وعلى حسب الماب كلهم يفرق كل واحد له استخدام فتقريبا كذا شباب وصلتنا هذا الفيديو اتمنى عجبكم واستفدتم منه شيء اذا عندك اي سؤال اي استفسار اكتب لي في الكومنتات او كلمني على تويتر راح ارد عليك في اسرع وقت واذا ما عندك اي سؤال لا تحرمني من ضغطك على زر اللايك والله راح يفيدني بشكل كبير ولا تنسى سبسكرايب ونشوفكم على الخير الجاي سبسكرايب دي حلوه دي لا تنسون سبسكرايب يا عيال نشوفكم على خير سلام عليكم يهوووو